أول خبر في عدد مساء اليوم من جورنال فيغ جاب عنوان مدرب حسنية أكادير يكشف سبب الخسارة أمام الرجاء، وتحسر مدرب نادي حسنية أكادير عبد الهادي السكيتيوي على الإقصاء من دورته من نهائي كأس لارج على يد فريق الرجاء، وأكد أن فريقه تأثر جراء غياب جماهيره. وأعرب السكيتيوي في تصريح عقب اللقاء أمس الأربعاء على خيبة أماله جراء الإقصاء على يد الرجاء عبر ركلات ترجيح بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي دون أهداف. وقال مدرب حسنية أكادير سبب خسارتنا اليوم هو غياب الجمهور، لو كان الجمهور حاضر كنا غنفوزوا في المباراة 100% حيت هو كيأدي دور رائع بالنسبة لحسنية أكادير. وتابع السكيتيوي الرجاء خلق بعض الفرص القليلة اللي كان الممكن أنه يحول الأهداف، إلا أن اللقاء كان مغلق تكتيكيا واللاعبين منعوا خطورة الفريق الأخضر. الكبير يكشف الصعوبات التي واجهت الرجاء أمام حسنية أكادير، وأقر مدرب فريق الرجاء الرياضي منذر الكبير بصعوبة المباراة التي جرت أمام حسنية أكادير أمس الأربعاء على أرضية ملعب أدرار ثم نهائي كأس لارج. وأكد الكبير في تصريح صحفي عقب اللقاء أن المباراة كانت صعيبة أمام فريق قوي ومنظم كلاه في ميدانه، وشال أن لاعبيه كانوا رجال وصمدوا في الميدان لآخر نفس من المواجهة. وقال الكبير المباراة كانت صعبة على مستوى ابتكاك الكرة وخلق الفرص، تعاملنا بشكل جيد مع متغيرات اللعبة، بلغنا ركلات ترجيح اللي نجح فيها الفريق، وتابع عانينا من الغيابات وكنعتقد اننا غنكونوا افضل مع عودة المصابين والغائبين، وكنشكر اللاعبين جميعا اللي كيتحدوا ضد الصعوبات وكيقدموا كل ما عندهم في الملعب. منحة مضاعفة للاعبي الرجاء بعد الفوز على حسنية أكادير. وفي تفاصيل الخبر قرر رئيس فريق الرجاء الرياضي عزيز بدراوي تخصيص منحة فوز مضاعفة للاعبي النسور بعد فوزهم على فريق حسنية أكادير في كأس لارج، وخصص البدراوي لاعبي فريقه منحة كتقدر ب 15000 درهم بعد نجاحهم في العودة والتأهل لحساب حسنية أكادير. وكيجي هذا القرار كمكافأة للاعبين على المجهود اللي قدموا في اللقاء، خاصة أنهم كانوا كيعانيوا من ضغط كبير بسبب الهزيمة الأخيرة أمام فتح الرباطي في الدوري الاحترافي 3 أهداف في الصفر. وكان البدراوي خصص لاعبي الرجاء منحة الفوز على الغريم التقليدي في الديربي بالرغم من ان المباراة انتهت بالتعادل، وصرفها اليوم قبل مواجهة الفتح الرباطي، اذا اعتبر رئيس الرجاء لاعبيه فائزين في المواجهة امام الغريم رغم التعادل، على اعتبار ان قرارات الحكم رضوان جيد اثرت على المواجهة وساهمت في تعادل الفريق الاحمر في اخر الدقائق. 10000 درهم لهزم الرجاء في الدوري الاحترافي، وخصت إدارة فريق الشباب الرياضي السالمي منحة مالية مهمة لتحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الرجاء خلال المواجهة اللي غتجمع الطرفين يوم السبت المقبل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء برسم جولة 23 من منافسة الدوري الاحترافي. وكشفت عدة منابر أن إدارة فريق الشباب السالمي رفعت من قيمة المنحة المالية الخاصة بمباراة الرجاء 10000 درهم، وكيسعى مكتب الشباب السالمي من هذه الخطوة لتحفيز اللاعبين للعودة بنتيجة إيجابية أمام الرجاء ولما لا هزمهم في ميدانهم. يشال أن فريق الرجاء الرياضي كيحتل حاليا المركز الخامس صبور الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما كيحتل شباب السوالم المركز السادس برصيد 31 نقطة. نجم الرجاء يزيد من متاعب منذر الكبير، وزاد مدافع فريق الرجاء الرياضي اسماعيل مقدم من متاعب مدرب منذر الكبير المتمثلة في توالي الإصابات اللي كتحرمه من لاعبين مؤثرين في الفترة الحاسمة من الموسم الجاري. وتعرض اسماعيل مقدم لإصابة على مستوى الكاحل في المباراة اللي جمعت الرجاء بحسنية أكادير بالأمس، وغادر أرضية الملعب بشكل اضطراري بعد ما حاول التحامل على نفسه قبل ما يسقط أرضا، ودعا المدرب لتغييره مروان الهدودي. وأكدت عدة منابر أنه غيتم إخضاع المقدم لفحوصات طبية دقيقة اليوم الخميس من أجل تحديد تفاصيل إصابته والمدة اللي كيحتاجها للتعافي، وشرط أن غيابه على مباراة الرجاء ما غيكونش طويل. وقلصت إصابة مقدم خيارات مدرب الرجاء الكبير على مستوى الخط الخلفي بعد ما بات الاعتماد على ثنائية جمال حركس ومروان الهدودي اضطراري. عزيز بدراوي يكشف حقيقة عدم توصل لاعبي برواتبهم الشهرية. وأكد عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي أن الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي بقيادة التونسي منذر الكبير واللاعبين كيتوصلوا برواتبهم الشهرية في وقتها، وأن الإشاعات اللي كتدور حاليا لا أساس لها من الصحة. وقال عزيز بدراوي صرحوا لأحد المواقع الإلكترونية أن لاعبي الفريق الأخضر والطاقم التقني كيتوصلوا برواتبهم الشهرية بشكل منتظم، إذ أن الأسبوع الأول في كل شهر كيتسلموا راتب الشهر الماضي عكس ما كيروش بعض الصفحات، وشال أن المستحقات العالقة حاليا كتخص فقط أشطر من منح التوقيع واللي غيتم صرفها فور توصل الفريق بمداخل مهمة.
وكتسعى إدارات فريق الرجاء بقيادة عزيز بدراوي لتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة اجتهادهم وتفانيهم في الدفاع على قميص الفريق، خاصة على مستوى دوري أبطال إفريقيا، إذ كينتظرهم لقاء مصيري في دور الربع النهائي أمام الأهلي المصري. وكتأمل جميع مكونات الرجاء في تحقيق الفريق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الفريق المصري، واللي من شأنها أنها تخفف من وطأة الاحتقان اللي كيعيشو محيط النادي بعد نتائج سلبية اللي حصد الفريق مؤخرا، إضافة للإكراهات اللي كيعيش المكتب. تألق رجاوي باريس يقربه من العودة إلى الفريق في الميركاتو، وكيواصل غاية مربع حارس مرمى فريق اتحاد طنجة البصمة على مستويات مميزة رفقة فارس البوغاز منذ الانتقال لي خلال الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة قديما من فريق الرجاء. وتألق الحارس غاية مربع آخر ظهور لي أمس أربعاء في المباراة القوية أمام المغرب التقليدي، بحيث تمكن من إنقاذ عدد كبير من الفرص السانحة للتسجيل، وبصم مربع على مستويات مميزة رفقة الفريق الأزرق منذ الانتقال لي في الميركاتو الشتوي، الشيء اللي كيقربه من العودة للنص الخضر مع نهاية الموسم الكروي الجاري. كتجدر الإشارة أن الجماهير الرجاوية والطنجاوية أشادت بشكل كبير بالمستوى اللي كيقدمو غاية مرباح، كما طالبوا أنصار القلعة الخضراء بعودة الحارس لصفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن أنس زنيتي غينتهي عقده في الميركاتو الصيفي المقبل. كان هذا آخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.